السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة هدى ذيب القحطاني صف ثاني رابع. اليوم راح نشرح لكم عن الرقم الهيدروجيني. الرقم الهيدروجيني أول حاجة إيش هو الرقم الهيدروجيني؟ قبل لا نبدأ تجربتنا في موقع فيب، طبعا الرقم الهيدروجيني هو إيش؟ مقياس لحمضية أو قاعدية المحلول. إيش هو الحمضي؟ إيش هو القاعدي؟ يتدرج وتدرج قيمة الرقم الهيدروجيني اللي هو اختصار حرفين pH. أول حاجة من هدهد علمينا وش هو الآن بعلمكم، من 7 وتحت يعني إيش هو حمضي، من فوق 7 إلى 14 هو قاعدي. أعلى حمضي، رقم أعلى حمضي اللي هو 0، وأعلى قاعدي هو 14. اليوم راح ناخذ هذا المقياس نحطه على الحوض، راح نجرب. أوكي، نشوف، نبغى نشوف مثلا الماء، الماء نحط، وسبعة طبعا متعادل، الماء نحطه، شوفوا ايش طلعنا 7 بوينت ضبط. يعني ايش هذا؟ رقم هيدروجيني يعني. طيب الان بحط، نبغى نحط حاجة بعد، نبغى نحط الدم. الدم شوفوا ايش طلعنا، 7.40، يعني ايش؟ قاعد، بس انه اقل قاعدية. اوكي، نبي نحط الان ايش، خلونا نحط شوربة الدجاج، بس ما ضبط، استنى، شوربة الدجاج ايش هو؟ حمضي 5.80، شوربة الدجاج. طيب نبغى نضيف ماء، ايش لاحظنا؟ كلما زاد، يعني كلما زاد الرقم الهيدروجيني ايش؟ قلت الحمضية. طيب نبغى نجرب مع القاعدة، قاعدة قلنا ايش؟ قلنا الدم، المثال عليها اقرب مثال الدم، ما يجي. طيب خلينا نحط هنا دم، يلا دم، هذا قاعدة. طب نبغى نزود، كلما قل يعني الرقم الهيدروجيني ايش؟ قلت القاعدية، يعني هي تمشي مع قل الرقم الهيدروجيني قلت القاعدية. فهو بس كذا نستنتجنا من درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله انكم